قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية للعام الجديد. أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للحج والعمرة بوزارة التضامن أكد إن الوزارة هتقوم بتنظيم رحلة الحج بتخصيص تأشيرات للحالات الإنسانية بشمال سيناء، وإن الحجاج الفائزين بتأشيرات الحج بلغ عددهم 12,000 ومسموح ليهم بسداد رسوم رحلة الحج لحد يوم 19 إبريل. أكد كمان إن الزيادة السنة دي بتتراوح بين 5% للمستوى الاقتصادي و10% للمستوى الأول. الجديد حاجات كتيرة جدا، منها أنه مع ارتفاع الدولار من ناحية، ومع بعض الإجراءات التنظيمية من ناحية أخرى، فإنه ما زلنا نحن بجوار الحرم المكي، وده مسألة ليست سهلة إطلاقا. الخدمة بتتطور من 3 نجوم إلى 4 نجوم، ثم السنة دي إلى 5 نجوم. الانتقالات والبريد والاتفاقات معاه، ومصر للطيران والاتفاقات معاها تطورت وحصل ليها تسهيلات كبيرة جدا. فكل جانب وكل عنصر من عناصر الحج هيجد فيه الحج مزيد من التسهيلات. شكرا لكم. احنا كل سنة بنحرص على إجراء قرعة إلكترونية للاختيار الحجاج. ان القرعه اللي تمت النهارده تمت من خلال بوابه الحج الموحده اللي بتشرف عليها وزاره الداخليه المصريه. تم اختيار 12,000 حاج، من بين 34,000 حاج تم تسجيلهم على برنامج القرعه بعد التاكد من مراجعه بياناتهم ومطابقتهم للشروط الخاصه باداء فريضه الحج. احنا حجاجنا بيمثلوا كل محافظات الجمهوريه، فبالتالي كل حاج تم اختياره النهارده هيتوجه للاداره الاجتماعيه التابعه ليها، هيبدا يسلم المستندات الخاصه باداء فريضه الحج اللي هي جواز السفر والشهاده الصحيه وشهاده التطعيمات والجواز والفيش المميكن، وطبعا وايصال الدال على سداد قيمه اشتراك رحله الحج. بعدها مباشره هنبدا، بعدها باسبوعين هنبدا مباشره عقد لقاءات تدريبيه للحجاج على مدار الفتره القادمه، هتبقى حوالي 3 شهور قبل موسم الحج. هنبدا نوعيهم بكل التعليمات، سواء التعليمات الصحيه او تعليمات ارشادات دينيه او تعليمات تنظيميه خاصه برحله الحج. هنبدا نتعرفهم على المشرفين، عشان خاطر احنا حريصين هذا العام على بند التدريب سواء للمشرف او سواء